يا صباح الفل عليكم واهلا وسهلا وحلقه جديده من مطبخ الحياه. النهارده هتكون حلقتنا مختلفه، ليه بقى؟ لان انا فكرت كده قلت ايه، ما تيجوا مع بعض نتعلم ازاي ان احنا نغير في حياتنا للاحسن. يعني ايه نغير في حياتنا للاحسن؟ يعني نحاول نستغل كل الامكانيات المتاحه عندنا، يعني نحاول نرشد في كل اللي بنعمله وبنهدره. على فكره ده توجه عالمي، العالم كله بيتجه لترشيد الاستهلاك. يعني ايه ترشيد الاستهلاك؟ يعني استعمل على قد حاجتي، اشتري اللي انا محتاجاه، اكل اللي انا محتاجاه، استعمل اللي انا محتاجاه، والحاجه الموجوده عندي مركنهاش مرميهاش، لا استعملها من تاني، اعاده تدوير، واتفر هي ايه الحاجه دي. عندنا حاجات كتير جدا ما بنتخيلش ان احنا ممكن نستعملها من تاني، عندنا حاجات كتير ممكن نسيبها لغايه لما تبوظ او تستهلك، واحنا ممكن نستعملها ونخليها جديده ونعمل منها حاجات تانيه كتير. فايه رايكم لو احنا مع بعض نتعلم ازاي نحافظ على الموارد بتاعتنا، سواء الموارد بتاعت البيت كاسره صغيره او موارد بلدنا كلها، لان زي ما قلت لكم العالم كله بيتجه لكده. طيب يعني انا المفروض اعمل ايه؟ اول حاجه الاكل بتاعنا. تاني يوم بيفضل عندي ساعات حاجات كتير ما بستعملهاش وبتفضل في التلاجة، ما بستخسر ارميها، بس بتترجم في التلاجة هتبوظ في الاخر. طب ما انا ممكن اعمل منها وصفات تانية، اعمل منها حاجات جديدة. في عندي حاجات كتير ممكن اعيد استخدامها، حتى لو في الهدوم، مش هقول لكم بس الاكل، ساعات الهدوم بتدي على الولاد ما بعرفش اعمل فيها ايه. نتعلم ازاي، مش هنوسعها لان ساعات ما بقاش فيها وسع، نعمل فيها ايه، نعملها حاجة جديدة ممكن الولاد يستعملوها. الخضار بتاعنا ممكن نعمل فيه ايه، كل الحاجات دي. ايه رأيكم مع بعض نبتدي نتعلم طريقة حياة جديدة؟ زي ما بنقول عايزين حياة صحية، احنا عايزين برضو حياة سليمة، حياة صح نمشي فيها مع العالم كله. موارد الدنيا كلها، موارد الكوكب الأرض كله بتقل، احنا لو استمرينا في حياتنا دي وفي الهدر ده، العواقب على اولادنا بقى والاجيال بعد كده هتبقى مش كويسه. فما نهدرش، ما نهدرش في اي حاجه احنا بنستعملها. خلونا مع بعض كده نتعلم الفتره الجايه ازاي نستغل كل الامكانيات اللي عندنا علشان نعمل حاجه كويسه لنفسنا ولبلدنا، من ميه، من كهرباء، كل حاجة موجودة بمواردنا. المية في العالم كله، في العالم كله قلت عن الأول، والتصحر بيزيد في العالم كله، والمية البحر بتضغي على المية الحلوة في العالم كله. طيب ما احنا نتعلم ازاي نرشد المية بتاعتنا، يعني ما نهدرش في المية. احنا هناخدها نقطة نقطة وحاجة حاجة نتكلم فيها النهاردة. يعني هنبتدي بالأكل الأول. زي ما قلت ترشيد الاستهلاك يعني ايه؟ يعني استغل الموارد اللي عندي صح، كل حاجه موجوده عندي استغلها صح. هنبتدي بالاكل. الاكل حاجات كتير بتفضل عندي نعيد تدوير. يعني النهارده مثلا الوصفه اللي هنعملها، هنعمل وصفه من بواقي حاجات موجوده في كل بيت، اللي هي ايه؟ عندنا طبيخ، اي طبيخ خضار، وعندنا رز بايت، تاني يوم مش عايز اكله، فضل شويه صغيرين، معلقتين ثلاثة مش هتكفي العيلة كلها، أعمل إيه؟ إحنا النهاردة هنعمل كفتة من بواقي الأكل اللي موجود في البيت، اللي هي إيه؟ الرز البايت والخضار البايت، الخضار اللي هو الطبيخ البايت، وهنطلع كفتة حلوة، طعمها حلو، شكلها حلو، ومستحيل تقولوا عليها من الأكل البايت. يبقى ده إعادة تدوير، يبقى ده حسن استخدام الموارد الموجودة عندي في البيت، حسن استخدام بواقي الأكل الموجودة عندي في البيت. عايزة أقول لكم إن أنا امبارح وانا قاعده كتبت خطوات كتير وحاجات كتير جدا عشان ما انساش حاجه. يعني نبتدي مثلا قبل ما هقول الكفته واعمل الكفته معاكم، عايزه اقول لكم واحنا بنشتري، اول حاجه نبتدي واحنا بنشتري الحاجات، واحنا بنشتري حاجه البيت، مصروف البيت. مصروف البيت لو قسمتيه بالاسبوع هيبقى افضل لك من الشهر، هتعرفي تتحكمي فيه وتظبطيه اكتر ما يكون بالشهر. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتقبضي مبلغ بالشهر هتقسميه على أربعة، هنعمل كل أسبوع برضو كل أسبوع ده علشان تنظيم الميزانية وعشان تقليل الهدر. لما بشتري حاجات كتير بالأسبوع بقلل الهدر وبقلل الهالك عن إن أنا أشتري بالشهر. في حاجات يعني لو أنا هجيب الرز مثلا الكيس الكبير قوي ده علشان بيبقى أرخص،
هيكفيني الشهر كله ماشي، دي حاجه اجيبها بالشهر، بس الحاجات العاديه الجبن حاجات كتير لازم تيجي بالاسبوع افضل، وزي ما قلت لك هيبقى تقسيم الميزانيه بالنسبه لك افضل. فنعمل ايه؟ اول حاجه اكتبي انت محتاجه ايه، لازم اكتب احتياجاتي، وما تاخديش السوبر ماركت فسحه، عشان اللي بياخد السوبر ماركت فسحه ده بيشتري حاجات كتير هو مش محتاجها. ما تروحيش، عشان كده بقول نقسم الميزانيه، ما تروحيش معاكي فلوس كتير، ما تروحيش جعانه، وصدقوني بتفرق. وانت جعانه او نص نص هتلاقي ان انت بتاخدي حاجات انت بعد كده هتستغربي انت اشتريتيها ازاي. روحي دايما السوبر ماركت بعد ما تاكلي على طول، علشان تشتري الاكل مش هتشتري كتير. نظمي انت عايزه تشتري ايه، علشان تشتري الحاجات صح، وما تلاقيش ان انت جايبه حاجات معديه ميزانيتك. خلاص، يبقى احنا هنحدد مع مصاريفنا، انا بصرف الشهر مثلا كهرباء، ايجار، ميه، واتيفر، عندي مصاريف مدرسه، هشيل ده كله، ويفضل معايا في الاخر الفلوس اللي انا هصرفها على الاكل، الاكل والشرب اللي انا هستعمله. هروح السوبر ماركت عارفه انا عايزه ايه، هاخد الورقه اللي انا كاتبه فيها وهمشي. وبعدين لما تيجي تكتبي الورقه اكتبي الحاجات اللي شبه بعض تحت بعض، يعني مثلا بسكوت للولاد، يعني كام حاجه كده تحت بعض من قسم واحد. كل قسم في السوبر ماركت، الاجبان، تكتبي حاجته كلها تحت بعض. ليه؟ عشان ما تقعديش تلفي كتير. علشان مثلا انا جيت هنا قسم المنظفات، انا كاتبه ورا بعض في الليسته بتاعتي ايه كل المنظفات اللي انا عايزاها. وبعدين هروح لاي قسم تاني، قسم ورا التاني، والتزم بالورقه، ما اضعفش، ما ضعفش قدام العروض اللي بيبقوا عاملينها، لان العروض اللي بتبقى موجوده في السوبر ماركت ساعات كتير بيخلوكي تشتري على مزاجهم. يعني رايحه النهارده السوبر ماركت هلاقي عرض، اه صح في عروض بتنفعني، بس في عروض انا باخدها استكساب، يعني فرصه، طب انا مش هستعمله. العروض دي خدوا بالكم ان مفيش سوبر ماركت هيخسر، هو بيحاول يكسب قدر الامكان. فكونوا اذكياء وما تمشوش ورا اللي هو عرضه. العروض دي بتعمل مشاكل، لانها بتجيبي حاجات ممكن، يعني حتى لو اتنين في واحد هستعمل واحد والتاني فوق حاجتي، طب انا كده باظ في الاخر، اتركن في الاخر. ما امشيش ورا عروض، ما امشيش ورا الاعلانات، ساعات منتجات جديده بتنزل اعلانات انا مش محتاجاها، عايزه اجربها، عايزه اشتريها. ما تخليش يعني خلي ذكائك يحكمك، ما تخليش المنتج او اللي بيبيع يضحك عليكي، دايما خليكي انت اذكى، اتحكمي في، اصل خدوا بالكم ان الشراء ده دي شهوه، اتحكمي اعملي كنترول في حاجه زي كده، علشان الشراء بعد كده بيبقى ادمان، بندمن ان احنا نشتري، بنحس ان احنا مبسوطين واحنا بنشتري، فنقلل الحكايه دي. خلاص، يبقى احنا اشترينا وفي السوبر ماركت زي ما قلنا نعمل كده. وبعدين حاولي انك تروحي لسوبر ماركت اسعاره كويسه، مش كل السوبر ماركتات اسعارها زي بعضها خالص، في سوبر ماركتات بتعمل عروض كويسه، وفي حاجات مدعمه تبع الدوله، واماكن بيع تبع الدوله اسعارها ارخص كتير واسعارها ممتازه، وهتلاقي فيها كل حاجه، جوده كويسه، منتج رخيص هتروحي تشتري منها، وبعدين متوزعين في كل الاماكن. روحي للمكان القريب منك، روحي للمكان اللي اسعاره تناسبك، مش هي مش شطاره ان انا اروح للمكان الاغلى، مش شطاره ابدا، صدقيني في الاخر انت الخسرانه. لازم اشغل مخي علشان اعدي باسرتي، يعني زي ما بيقولوا كل واحد عايز احسن عيشه ليه لاولاده، يبقى اعيشهم احسن عيشه بقدر امكانياتي، مفيش حد بياخد كل حاجه في الدنيا، بس في واحد بيعرف يشغل اللي موجود عنده صح، اشغل مخي عشان اعيش ولادي صح. خلاص، خلينا نقول دلوقتي الوصفه بتاعتنا النهارده. بقى الوصفه زي ما قلت هي حاجه كل البيوت المصري بتعملها، الطبيخ، اي طبيخ، بسله، كوسه، فاصوليا، اي طبيخ موجود عندك فاضل منه شويه لتاني يوم هنستعمله، هاخد منه نص كوبايه، كل نص كوبايه هيتحط قدامها كوبايه رز بايت، ادي الرز بايت عندي، رز ناشف، رز بايت هاخده فيها.
هزود عليهم بصله فصين توم عشان ادي طعم بقى، ادي فليفر للاكل واغير طعمه، ما يبانش ان انا باكل رز وطبيخ. فصين توم، بقدونس، بيضه، بقسماط، معلقه دقيق، ورشه بهارات مع الملح والفلفل. هاجي اعمل ايه اول حاجه؟ هاجي اطلع النص كوبايه من غير الصلصه بتاعتها، وعلى فكره بعد كده هقول لكم الصلصه اللي بتفضل من الطبيخ دي احنا ممكن نعمل بيها ايه، ممكن نعمل بيها حاجات حلوه برضو. ادي دي كده حوالي ربع كوبايه، وادي ربع كوبايه تانيه. خلاص ساعات بيفضل عندنا شويه طبيخ صغيرين ما يكفوش ان العيله كلها تاكلها، لا طبعا هنعمل بيها حاجه تخلي العيله. ادي نص كوبايه خلاص، هحط عليها. هي بصوا جوسي طريه طبعا، علشان مهما صفيتها من الصلصه هي فيها شويه صلصه. الصلصه دي بقى هتنفعني في ايه؟ ان انا الرز لو ناشف هتبقى حلوه انها تطري الرز. يبقى من الحاجات اللي عندنا نطلع وصفه حلوه طعمها حلو وكأنها حاجه جديده ومحدش هيتخيل طعمها. هحط بصله عليها، هحط بقدونس، ثوم، واهم حاجه بقى هنا اللي هتديني الطعم بهارات، ملح، فلفل، جنزبيل. البهارات ما بتبقاش غاليه، بهارات ممكن تقعد عندك فتره طويله، بتقعد بالسنين ما بتبص لو خزنتيها كويس. وبرده على فكره الايام دي هقول لكم ازاي نخزن الحاجات دي كلها، ازاي نخزن. ما تكتريش ملح لان اكيد الرز فيه ملح والطبيخ فيه ملح، فما نكترش الملح. هعلمكم ازاي نخزن البهارات، ازاي نخزن كل الحاجات اللي ممكن بنعملها غلط علشان خلينا نبتدي مع بعض. نحاول نرشد ونظبط حياتنا علشان نعمل كل حاجه صح. في نقطه عايزه اقولها، الدقيق هيمسك لي الكفته بتاعتي خلاص. الدقيق ده انا بحطه عشان هضرب انا الحاجه كلها في الخلاط، الدقيق هيمسكها. فالدقيق انا كاتبه معلقه بس هي ممكن تاخد معلقتين. اجي معلقه الاول وهحط اهي في الكبه بتاعتي، هحط اضرب الكفته. لو لقيت ان هي مش ماسكه كويس في بعضها هحط معلقه دقيق تانيه. وعلى فكره احنا لو عملنا الكلام اللي بنقوله ده انت المستفيده الوحيده، الفايده هترجع عليكي انت، ولو هدرتي انت الخسرانه الوحيده برضو. عايزه اقول لكم ان امهاتنا وجدودنا طول عمرهم يعني اذكى مننا. ده لسه من يومين بفكر في الحكايه دي. يعني زمان كانوا بينقعوا الهدوم قبل ما يحطوها في الغساله. احنا ليه بطلنا نعمل كده؟ ده نقع الهدوم نص ساعه بيخليها بتفرق كتير كتير، بتفرق في كميه المسحوق، بتفرق في وقت الغسيل. ليه ما بنعملش كده يا جماعه؟ احنا بقينا نستسهل على فكره، بقينا نستسهل وبقينا كسلانين. اهي بصوا اهي محتاجه هي دقيق تاني. هحط الدقيق بقى وانا ايه بكور. احنا بقينا كسلانين، الحياه رتم الحياه السريع والكماليات اللي ما بقتش كماليات دلوقتي، بقى الكماليات دي اساسيات للاسف. بصوا اهي هنشيل خلينا نشيل الخلاط، وبعدين حافظي على اللي عندك. غير ان هي دي اجهزه معمره ولازم نحافظ عليها، انا عايزه اقول لكم وده مش كلامي، ده في العالم كله، الحاجات القديمه احسن من الجديده. مش عارفه ليه، الحاجات القديمه بتاعت زمان اللي عايشه عندك بقالها سنين بتستحمل اكتر من الجديد. يبقى مصلحه ليكي حتى لو معاكي فلوس انك تشتري جديد، القديم افضل. الحاجات القديمه بتستحمل وتعيش اكتر وبتشتغل احسن.
يعني بتشتغل احسن من الجديده، والكبه بتاعت زمان احسن من بتاعت دلوقتي، المفرمه احسن. يعني ما تبوظيش الحاجه، حافظي على الحاجه، لان هي غير ان هي هتدفعي فلوس، لا هو القديم افضل. فدايما نساعد الحاجه بتاعتنا، نساعد زي ما بنعجن في عجانه، نساعد العجانه، نساعد الكيتشن ماشين. قطعي دايما الحاجات صغير، يعني دايما عشان تحافظي على اي خلاط او شفشه او اي حاجه، قطعي الحاجه صغير. اتعبي شويه قطعيها، قطعيها صغير، صدقيني هتفرق معاكي، هتفرق معاكي في سرعه الشغل بالمكنه، هتفرق معاكي ان هي تبقى عمرها اطول. وبعدين في حاجه تانية، كل قطعه الغيار موجوده، يعني الحاجه لما بتبوظ حاولي لاخر قطره انك تصلحيها. في اماكن، في اماكن واسواق شعبيه متخصصه في قطع الغيار. انا عايزه اقول لكم، انا مره عندي كان من فتره كده درج الفريزر اتكسر، عرفت ان في ناس بتبيعهم وفي ناس بتفصلهم. الراجل الفريزر ما كانش نوعه موجود، فصل لي درج الفريزر. طب انا كده انا احييت الفريزر بتاعي، لان الدراج خصوصا الحاجات الدراج دي لما بيبقى درج او درجين مش موجودين او بيتكسروا، بيبقى عندك فراغ رهيب، بتكدسي الحاجات فوق بعضها، ما بتشوفيش الحاجات اللي في الاخر المحطوطه في الفريزر ايه. لا، ده بيصنعوا وباسعار يعني لا تذكر، بيصنعوا الادراج، بيفصل لك الدرج، وبعدين بدل ما بيبقى بلاستيك بقى بيصنعوا لك معدن، فبيستحمل اكتر، بيبقى زي السبت كده. ممتاز، انت بتدي له المقاس وبيعمله لك. يبقى احنا نحاول قطع الغيار نلاقيها موجوده في الاسواق وموجوده في اماكن كتير، واللي مش موجود حاولي ظبطيه، ما هو ده كله مكسب ليكي، مكسب ليكي في الاخر. هنيجي بقى هنقلب الدقيق في الكفته علشان نكورها. بصوا اهي، ممكن كمان، عارفين ايه اللي بيبقى حلو قوي في الحاجات دي؟ الشطه. لما تبقى الحاجه مشطشطه ممكن تحطي قرن فلفل حراق، الشطه بتدي طعم حلو للحاجه جدا. خلاص، دي عجينه الكفته اهي، هنبتدي نكورها بعد الفاصل بقى. خلاص، هطلع بقى انا دلوقتي الفاصل اهي. بصوا دي خلاها ماسكه ازاي، اهي اهي اهي، بصوا اهي، عملناها بقى صوابع اهي، عملناها كور. اللي عنده ولاد صغيرين الكور بيبقى شكلها احلى وبيحبوها اكتر. خلاص، هروح لفاصل وهرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، بنكمل الكفته بتاعه الرز البيت والخضار. بس انا عايزه اقول لك حاجه، انا النهارده بدل ما اتكلم على ترشيد الاستهلاك، انا اقصدك انت، انا علشان بتكلم بقول الكلام ده عشان انت المستفيده الاولى والاخيره، انت المستفيده من اللي هنقوله. ترشيد الاستهلاك اللي هو ازاي استخدم الموارد الموجوده عندي عشان اعيش بيها احسن ما يمكن. خلاص، المستفيد الاول انت والخسران الاول انت، مش حد تاني. خلاص، انا عايزه اقول لكم مثلا النهارده، مثلا انا عملت الكفته دي، اي كفته هي او غيرها انا بعملها ببيض وبقسماط. طب انا عشان اوفر في عدد البيض هعمل ايه؟ لو انا البيضه ضربتها وحطيت الكفته فيها وفي البقسماط، عايز لي على الاقل للكميه دي بيضتين. طب انا هخليهم بيضه واحده ازاي؟ ان انا اخلط البيضه بيها، هتلاقوها بقت ستيكي ومحتاجتش، حطيت عليها شويه فلفل البيضه، ومحتاجتش ان انا اخد كتير. هنبص اهي، هعمل ايه بقى؟ اديني قلبت البيضه في الكفته، هجيب ده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي علشان اهي، بكورها وهحطها في البقسماط اهي.
بصوا اكورها ولازم اعرضها للهوا. يا ملك صباح الفل يا حلوة. الو يا ملك حاولي تكلمينا تاني يا ملك. قطع معلش يا ملك كلمينا تاني يا حبيبتي. بصوا لازم اعرضها للهوا شوية علشان تشمع. خلاص اهي كمان زي ما قلت لكم احنا ممكن نحط فيها فلفل الوان مفروم، يعني افرمهم كلهم مع بعض، نحط فيها فلفل حراق، نحط فيها اي بواقي في التلاجة. لان مثلا لو انت فتحتي التلاجة عندك خيار قدم شوية اعمليه مخلل، ما تسيبوش يبوظ. وبعدين احنا عملنا قبل كده طريقة مخلل الخيار بيتعمل بعد نص ساعة بتاكليه. اعملي خيار مخلل اللي هو بتحطيه في المايه المغليه. فيعني دي وصفه حلوه وسريعه، ولو خيارتين هيتعملوا. ما ينفعش نرمي حاجه حرام ربنا هيحاسبنا عليها. لو انت عندك مثلا فاكهه، تفاحيه، خوخه، حاجه طريت ما حدش عايزه، ادمت كده. ساعات الفاكهه لما بتقدم قوي بالكرمش شكلها ما بيبقاش حلو. هتعملي ايه؟ هتحطي عليها شويه سكر وهتعمليها مربى، حتى لو هي شويه صغيرين. هتعملك برطمان مربى صغير، مش لازم كميه كبيره عشان اعمل بيها مربى، لا ده انا هستغل الحاجه اللي عندي ان انا مرميهاش. زي ما اقول لك حتى لو خيارتين عملتهم في نص كوبايه ميه كده مخلل هتبقى حلو حلو هيتاكلوا. والمربى نفس الكلام. الكومبوت الفاكهه ممكن تعمليها بأي طريقة، بكذا طريقة، إن هي ممكن أعملها صوص مثلا. لو تفاحية، التفاح بتاعنا التفاح، فضل التفاحة أعملها صوص، صوص اللي بيتاكل مع الكيكة مثلا. يعني ممكن أستغل اللي موجود في التلاجة إني مرميش أي حاجة خالص خالص، أعيد تدويره، أغير معاه شكله. جزراية جزراية، قرنبيطة، كل الحاجات دي بتتعمل مخلل. تعالى اقول لكم دلوقتي احنا بصوا اهو انا هخليها تبقى سيلد علشان اجي. بصوا بقى لو شققت لازم اضغطها. بصوا اهي لازم اضغطها علشان اهي علشان عايزه اوطي على الزيت. على فكره الزيت ده عايز له حلقه بحالها هنتكلم فيها عن استخدامات الزيوت وازاي نستعملها صح وازاي ما نهدرش في الزيت وامتى نستعمله تاني وامتى لا. هكلمكم على الحاجات دي كلها. احنا خلاص كده ناويين واتفقنا مع بعض ان الفتره دي كلها هنعمل نصايح ازاي ارشد في استهلاكي كله، ميه وكهرباء واكل وكل حاجه، علشان نعيش صح بقى. وزي ما قلت لكم العالم كله بيعمل كده. علشان اهي ما تبقاش مشققه اهي. اوكي اهي خلاص وهنعملها كلها كده. خلينا بس عايزين بقى نشتري الحاجات صح. نكمل ازاي نشتري من السوبر ماركت صح. زي ما قلنا السوبر مين معانا؟ حد معانا تليفون يا احمد؟ عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ الله يخليك لنا يا أستاذة. ربنا يخليك. حضرتك منورة الشاشة وبتسعدي مشاهدي قنوات الحياة تما. ربنا يخليك، تسلم يا رب. حضرتك وفريق العمل فوق الرؤوس وملء العيون. ميرسي ميرسي ميرسي. مع حضرتكم أحمد عروج، أرض الجنينة غرب شبرا القيمة. أهلا بحضرتك، عناية ليك. يا شيف، عايز بس أعرف البشاميل. أوكي.
وهل شراؤه جاهزا افضل ام صناعته في البيت افضل؟ احنا لسه بنقول ترشيد الاستهلاك. انت لو اشتريت البشاميل من بره مثلا 4 كوبايات، هيبقى احسن ارخص لك ولا ان احنا نعمله في البيت؟ في البيت ارخص واحلى واضمن، يبقى نعمله في البيت. وبعدين هو اصلا سهل جدا جدا جدا، ما فيهوش حاجه، المهم نمشي على التكنيك صح والمقادير تبقى صح وهيبقى حلو قوي. خلينا نكمل بقى السوبر ماركت. احنا قلنا السوبر ماركت نكتب احتياجاتنا ونمشي نلتزم باللي مكتوب في الورقه بتاعتنا خلاص، وما نضعفش قدام العروض الا في حاجات تانية هقول لكم بعد ما نخلص النقطتين دول، هقول لكم العروض نعمل فيها ايه. حاولوا كمان ما تاخدوش ولادكم معاكم السوبر ماركت، احنا قلنا مش عايزينه فسحة. الولاد في السوبر ماركت بيرغموكم انكم تشتروا حاجات انتوا عاطفيا مش هتقدروا تعملوا كنترول عليها، بتضعفوا قدامهم، بيعيطوا، بيبقوا عايزين حلويات كتير، حاجات كتير انتوا هتتغاضوا علشان خاطر الولاد وتشتروها، فما تاخدهمش. وبعدين كمان حاجه تانية، انت لما بتاخديهم السوبر ماركت في منطقه للالعاب هيعيشوا فيها، فحاولي تروحي من غير الولاد، يعني حاولي بحد من الاب والام الولاد معاه والتاني هو اللي يروح سوبر ماركت علشان يعمل كنترول على الصرف، علشان يبقى الصرف مش كتير. حاجه كمان بصوا بقى، لسه احنا دلوقتي بنشتري في السوبر ماركت لازم بنقول لو في عروض بقى في السوبر ماركت، انا شايفه في عروض على حاجات ونفسي اشتريها بس كتير، يبقى انا اتفق مع اختي، اتفق مع صاحبتي، مع جارتي، الجيران مع بعض، لو اتجمعوا واشتروا الحاجات مثلا اللي عليها عروض، لو اشتروا حاجات من سوق الخضار الكرتونه الكبيره واتقسمت عليهم هتبقى اوفر وهتبقى احسن. دايما لما بتشتري من المصدر الاول الحاجه بتبقى خامتها احسن. ولو انا مثلا في شوله رز 25 كيلو كل، لو هم خمسه او ثلاثه هتتقسم عليهم حسب احتياجات كل عيله، فده هيوفر معاكي في اولا في الوقت والمجهود والفلوس. الفاكهه كمان نفس الكلام، الخضار نفس الكلام، فنحاول ان احنا نتجمع ونروح الاسواق اللي هي الكبيره قوي بتاعه الخضار والفاكهه نشتري الحاجه بالجمله. والمنظفات، الورق الكلينكس وورق المناديل، لما بتبقى كميه انت ممكن تاخدي من مصنع مباشره، هتوفري تاجر التجزئه والجمله، هتسكبي اتنين. المصانع الورق والمنظفات لو اشتريتي كميه كل شهر كميه هتاخدي من المصنع مباشره وده نص الثمن، ودي عن تجربه، وقسميها بين جيرانك بين اخواتك بين اصحابك، هتلاقي حد ياخد معاكي ويشيل معاكي اتنين تلاته وهتبقى اسهل لكم كتير، وهتوفري كمان الوقت اللي انت بتمشيه في السوبر ماركت لما بتاخدي دايركت من المصنع مباشره. احنا خلينا بقى الكفته علشان تتشمع شويه في الهواء، بصوا جمدت ازاي، وهنروح بقى الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. الكفته هنبتدي نقليها، وانا بقليها عايزه اقول لكم على نقطه دلوقتي، الكفته كل حاجه فيها مستويه، مش محتاجه زيت غزير، فانا هعمل ايه؟ مش محتاجه انا الزيت ده كله، كل كميه الزيت دي انا مش محتاجاه، فهعمل ايه؟ هاخد شويه زيت على قدي، هتعب شويه ان النار تبقى هاديه كده اهو، واحمرها في شويه زيت صغيرين. واحنا هعمل لكم حلقه بكره او بعده، خلينا احنا بكره عن الاطفال والمدارس، هعمل لكم حلقه الزيوت تستعملوها ازاي. بصوا شويه زيت بسيطه، ما جاتش ربع كميه الزيت دي، مش هستعمل زيت كتير، ولازم ده احنا لازم نعملها حمله في البيوت كلها، مش هنستعمل زيت كتير. الزيت غير ان هو غالي جدا، الزيت مضر يا جماعه، كتر الزيت ده مضر. الناس اللي كل حاجه تحمر ليه كتير؟ هنقلل كميه الزيت قدر الامكان.
بصوا اهي شويه الزيت دي هتحتاج مني بس ان انا افضل واقفه قدامها علشان ما تبقى يعني افهمكم دلوقتي الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم اهي لازم لو الزيت غزير هقلبها مرتين، لكن لو الزيت قليل هقلبها على كل الجوانب علشان اللون. خلاص اتعب حاجه بسيطه، بس انا اخدت اقل من ربع كميه الزيت اللي بتاعت الزيت الغزير، يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ خلي عندك شويه صبر بس، شويه الصبر دي هتفرق جدا في كل حاجه. واحنا بنقلي الكفته خلينا نتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا، ميه وكهرباء. عايزين نتكلم عن ترشيد الميه وترشيد الكهرباء. الميه، الميه مش لازم وانا بتوضى او وانا بغسل سناني الحنفيه تبقى شغاله على طول. وعايزه اقول لكم ده مش كلام هبل ولا اي كلام، لا ده بتفرق، والله بتفرق. الوضوء اصلا الدين بتاعنا ما بيخليناش مسرفين، الدين بتاعنا بيكره الاسراف، ومن شروط الوضوء الصح ان انا ما اسرفش في الميه، بدليل ان اكتر من لما اجي مثلا اغسل ايدي اكتر من 3 مرات ده هدر للميه واسراف وهو مكروه. فلازم اقفل الميه وانا بغسل سناني. لو انا جنبي كوبايه حطيت فيها ميه بحيث بدل ما انا افتح الحنفيه واقعد امضمض عشان اغسل بقي بايدي، اشرب بكوبايه وامضمض، هيبقى اوفر كتير في استهلاك الميه، يعني اعملها صح. بصوا ده اللي انا قصدي عليه، ان انا هعملها على كل جنب شويه. لو عندنا حنفيه بقى بايظه بتنقط ما تستهبل، يعني مش هقول ما تستهبلوش، ساعات الواحد بيكسل، الكسل ده غير ان هي هتدفعي ميه كتير الحاجه بتبوظ اكتر. يعني طب ليه؟ اتعلمي غيري جلده الحنفيه، ما فيهاش حاجه جلده الحنفيه، جلده الانبوبه. لازم الست تبقى شاطره، لازم الست تعمل كل حاجه بايدها. ايه المانع؟ ايه المشكله؟ حوض المطبخ بيتسد، انت لو فتحتي من تحت الماسوره سهله، والله سهله. حاولوا تعتمدوا على نفسكم شويه. حاجه بقى مهمه قوي قوي وبره مصر عليها مخالفات فظيعه، واحنا هنا مصممين عليها، غسل العربيات. انا مش فاهمه الناس اللي بتغسل العربيه بالخرطوم، اصلا المايه بتصدي العربيه ليه؟ ايه الفايده؟ طب ما هي لو فوطه مبلوله ومعصوره هتدي نفس النتيجه، هتبقى زي الفل. ليه المايه بالخرطوم؟ عايزه اقول لكم بره مخالفات فظيعه للي بيعمل كده، لان مش تهريج الموضوع ده، هدر رهيب للميه. الناس اللي بترش ميه قدام محلاتها يا جماعه، والله ما محتاجه، حرام يعني، حرام، ربنا هيحاسبكم على ده كله، حرام. بصوا ادينا الكفته كده اهي، اتحمرت وبقت زي الفل، وشويه زيت صغيرين. على فكره كمان الاواني الاصغر بتوفر معاكي، يعني بصوا انا استعملت طاسه صغيره فقللت كميه الزيت. خلاص هروح بقى الفاصل، هروح لفاصل، بس قبل الفاصل عايزه اوريكم وهي دافيه وهي سخنه كده عشان شكلها يبقى حلو، لازم اظبط شكلها اهي. هروح بقى الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. عايزه بس قبل ما اختم اكلمكم حاجات بسيطه عن الكهرباء. بصوا انا النهارده اتكلمت جنرال كده على حاجات كتير، هكلمكم بالتفصيل بعد كده عن حاجات كتير، كل حلقه نتكلم عن حاجه معينه علشان نستفيد وهنطبقها عملي في حاجات كتير، المطبخ والبيت هنحاول نطبقها عملي قدامكم علشان تستفيدوا. انا عايزه اقول بس كام حاجه كده في الكهرباء. الكتل بتاع الميه، انتوا بتشوفوني هنا بستعمله على طول علشان احتياطات الامن، هنا ما ينفعش اشغل نار جوه الاستوديو، لكن لو انا في البيت وعايزه شويه ميه كوبايه او كوبايتين هستعمل البراد، لان اولا هيبقى اسرع من الكتل الكهرباء في الكميه القليله، يعني خلي الكتل للكميه الكبيره، هيبقى اسرع وهيبقى صحي اكتر، الميه اللي على النار
ما فيهاش اي ايونات، فبيبقى اصح من الميه اللي في البريك كهرباء، وطعمها بيبقى احلى. خدوا بالكم ان البريل غلايه الكهرباء دي من اكتر الحاجات اللي بتسحب كهرباء بطريقه مهوله، بيسحب كهرباء سحب فظيع، هي والسخان، بس هي اكتر من السخان. لكن عايزه اقول لكم كمان على حاجه، الناس اللي سايبه التلفزيونات عماله على بطال، انتوا عارفين ان التلفزيون لو شغال كل تلفزيون ليه عمر افتراضي، ليه عدد ساعات حياته، لايف تايم بتاعت التلفزيون عدد ساعات معين، ده كله بياخد منه، بتلاقوه زي اللمض الكبيره اللي مثلا بتقول لك 4 سنين، بعد 3 سنين تلاقيها بتبهت، ما بتبقاش لايف تايم. التلفزيون كمان كده مش لايف تايم، هو مثلا ليه عدد ساعات معين عمر افتراضي، دي كل ما بنشغله اكتر وبنسيبه هو بيقلل من عمره الافتراضي. شيل الفيشه، الفيش الموبايلات اللي عمال على بطال هي في الفيشه، على فكره بتسحب كهرباء. خدوا بالكم، اعملوا شهر واحد، شهر واحد اعملوا الكلام اللي انا بقوله لكم، جربوا انكم تسحبوا الفيش اللي ما بتستعملوهاش، وشوفوا فاتوره الكهرباء هتفرق معاكم ازاي، هتفرق معاكم كتير. الفيشه اللي موجوده في الكهرباء حتى لو انا مش بستعملها هتفرق معاكي. خلاص؟ كلام الكهرباء والميه ده حاجات كتير هنعملها بعد كده. النهارده بقى عملنا ايه؟ عملنا وصفة استعملنا فيها الطبيخ والرز اللي بايتين عندنا، عملنا منها كفتة حلوة جدا، شكلها حلو وطعمها حلو. أنا لو عملتها وعملت جنبها طبق سلطة بقت زي الفل، وجبة غذائية متكاملة حلوة جدا. خلاص، المقادير بتاعتها هقولها لكم تاني. أنا استعملت نص كوباية من الخضار الطبيخ اللي موجود عندي، اي طبيخ موجود عندي، صفيته شويه من الصلصه علشان ما تفكش معايا، حطيت عليها كوبايه من الرز البايت المطبوخ طبعا، بصلايه، فصين توم، شويه بقدونس، ممكن احط كزبره لو ما عنديش بقدونس او شبت، اي حاجه تديها نكهه وطعم، بيضايه، بقسماط مطحون، معلقه دقيق وبهارات طبعا وملح وفلفل. الدقيق لو احتاجت معلقتين هنحط معلقتين. البقسماط المطحون هو الحاجة الوحيدة اللي ما بحطهاش في عجينة الكفتة علشان بغلفها بيه، بطحن كله مع بعض في الكبة، بعد كده بضيف البيضة عليهم عشان ما اخدش بيض كتير في التغليف، تبقى بيضاية واحدة وعملناها بالبقسماط. كمية الزيت قدر الإمكان قلليها علشان الكفتة أولا ما تشربش زيت وتبقى أصح، تاني حاجة عشان ما استهلكش زيت كتير، لأن مش هستهلك زيت كتير فمش هضطر ان انا استعمل الزيت مره واتنين تلاته، لان للاسف استعمال الزيت كتير هو ده بيجيب امراض احنا في غنى عنها. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم واستفدتوا منها، ان شاء الله لينا حلقات كتير، اشوفكم على خير.